طيب لازم ضروري ينخرط. جميل جدا. انا عجبني هذا المحور دخولكم في مساله القلق. بوقف محاور الان يا شباب حسب خبرتكم. فهد وايش الخبره اللي عندكم؟ طيب عبد الله برجع خبرتك في برامج الواقع، خلينا نقول الرهبه اللي تجي في البدايات، خلينا نقول الصعوبات اللي تتواجه المتسابق، احيانا الاكتئاب، تغير الجو، غياب الجوال، خلينا نقول عدم التاقلم مع المجموعه اللي معه، هذه الصعوبات اللي تواجه المتسابقين كيف يتغلب عليها؟ اول حاجه ابو عبد الله، شوف اللي ما عنده تجارب في الحياه من قبل في اي تجربه وعنده الجراه انه يخالط اي وجوه جديده ما يعرفها، هذا ما يكون في البدايه يعني مستعد ومنطلق. في النسخه السابقه كان في مجموعه انا منهم، يعني كنت منطلق ومجموعه بسيطه، وكان حتى اغلبنا نتابع شعور التردد في الحديث او الدخول مع الاشخاص او، لكن انا اشوف ان الاشياء اللي تساعدك، انا قلت للشباب كنت اقول في بدايه البرنامج تخيل انك في استراحه خاصه مع احترام الشاشه واحترام الدور اللي عليك، فعلى طول اقلم نفسك وشجع نفسك ان هذا تعرفه من قبل وهذا تمون عليه وهذا تساعد نفسك، لانه احنا ما يعني ما في حاجه تجيك الطبيب نفسي يشجعك، ولا انت تدرس صفوف اولى دراسيه علشان يهيئوا لك كيف تدخل. ما دخلت اقل واحد يدخل عمره 20 سنه خلص الثانوي. بس جو الكاميرات يختلف عبد الله، لا تقول لي ابتدائي. ما اختلفنا، انت معرض انك تخطئ وانت معرض انك تصيب، واذا كنت تحذر من الخطا راح تخطئ. لا تتحذر من الخطا، هذب نفسك، واذا تتر الخطا تعالجي بطرق كثيره. فهد احنا قلنا مليانين، بس البعض لا زال لم يقدم نفسه بالشكل المطلوب في كذا اسم، الى الان ظهورهم خجول جدا. بعدك السبب، اتوقع انا عندي سبب. السبب الاول قد يكون الرهبه من الكاميرا، وهذه مساله انك تكون رهبان من الكاميرا، لابد انك تنطلق، لابد انك تتعلم انه ممكن يوم يعني ممكن نسي يوم السبت انك تطلع، لابد تستغل الفرصه. السبب الثاني الخوف من مباراشات الشباب الجريئين عليه، يعني خاف من ردة فعل. فهد يجيني سؤال يا اخي، في له كشلات كثيره، اذا انت فهد خايف وهذه هذه المتسابقين، انت مثل ملزوم تجلس في جلسه جماعيه. هذه النقطه، انه لا يرى نفسه جيد انه يسحب الكاميرا. اني مثلا انا يا فهد معيار ما اشوف نفسي جيد الا مع سعود، عشان كذا اي جلسه كان فيها سعود لازم اجلس فيها مع سعود، لا هذا متوقع بشكل كبير. كلنا ما نشوفك جيد يعني، لا انا لا جيد فهد، عشان كذا جالسين. انا ابدا اتجاوز عبد الله البروقي. عبد الله البروقي عبد الله البروقي تلميذ سابق، تلميذ سابق، تلميذ سابق، عرفت. ولا بد انه يعني يتعلم حق التلميذ على استاذه. فانا لا بس انا قاعد اعطي اضرب مثل على المباراشات اللي انت تقول. لا نتجاوز هذه المباراشه اسقاطه. لا الشباب لازم يعرفون ان ترى انت لو صنعت لوحدك قصه ستنجح. المخرج دايركت بيجيك، المخرج والشباب اللي داخل الكنترول شغالين حتى يبحثون عن القصة الجيدة في المكان الجيد. المتسابقين يعتقدون ان المخرج او المشاهد يحب الاجتماعات الكبيرة 10 5، لا لا, لا غير. وما فائدة هذه الجلسات فهد وانت جالس تكملة عدد بس؟ اذا انت جالس كذا صفة الناس تسولف وتضحك وتذب على وانت جالس، او جالس عشان يجي حمادة يقول شيخ شاورما، ايش الفائدة؟ تسمح لي بس يا ابو عبد الله استشهد. انا استشهد في النسخه اللي طافت كان من اكثر اثنين يعني يصنعون قصه خاصه، احمد العوض وكحيلان الله يذكرهم بالخير، كانوا فعلا ما يبلشون بالهواء حتى لو كانوا لحالهم، فكانوا يصنعون قصه ويشهد عليهم هالاشياء. هذا اللي تحتاجها الشاشه، انك ما تبلش. ماذا تحتاج الشاشه يا سعيد؟ سؤال مهم الان، اعتبرني انا متسابق، انا يا سعيد ايش الرساله اللي توجهها لي كناقد عشان استفيد منك؟ انت وش اللي خلاك تجي لقناه الواقع وتقدم على برنامج واقع؟ تبي الاجابه الحقيقيه ولا الاجابه الوهميه؟ انت تبغى شاشه صح ولا جمهور؟ وتبغى جمهور بالضبط. الجمهور وش يبغى منك؟ يبغى حضور على الشاشه، يبغى تفاعل على الشاشه، يعني ما هو معقول تجي من يوم تصحى 4 العصر وانت في كل لوكيشن معطيها وضعه الصمت من يوم انت نايم. سلامات، وش جابك؟ طيب الناس يتكلمون يتجادلون يعطون قصيد يعطون شعر ينشدون وانت وضعيه الصامت، ايش فايده؟ ليش ما نؤمن انه لازم يكون في كل جماعه او كل نسخه هناك اشخاص ثابتين وهناك كومبارس تكمله العدد؟ ما اعتقد يا فهد ان ال30 الان موجود او ال24 الان في كومبارس، امانه احنا جلسنا معهم في كومبارس، في كومبارس، لا 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 يوجد كومبارس. لا لا يمكن ما ودي اعدد، لكن لا يوجد بعدد. لا تتجاوز اصابع اليد الواحده، ولو هو واحد، لو هو شخص واحد كومبارس. في ناس مميزين انصدمنا فيهم الى اليوم فعلا، لكن انا اكلمك هل في كومبارس ولا لا؟ يوجد في كومبارس واحد جاي جالس. ايش اللي يمنعك انك تتكلم على الشاشه او ايش اللي يمنعك او تسجل حضورك؟ ايش اللي يمنع؟ يعني الفرصه يمكن في اي لحظه
الا انت في 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 العرض الاخير متكي وشنطتكم جاهزينها وعلى اهلك. أسوأ شيء يمر على الانسان ان يؤمن انه جاي تكمله عدد كومبرس، واعتقد ان بعضهم وصل لمرحله وصل هذه المرحله. طيب الحين لوكيشنات كثيره ومنورين يا شباب، نصب عليكم بالخير. انا اترحم في الشاشه هذه، في الشاشه هذه نشوف لنا ثلاثه كومبارس عاد دور لهم. لا 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 يوجد لا فيهم ما فيها شيء عادي. نتمنى لهم بالتوفيق، لكن نتمنى ايضا ان اللبس نهتم بموضوع اللبس وما زال حماده ما زال حماده يعني انا استغرب يا اخي اصرار حماده الدائم وبنجي نجي نجي لا لكن لا ايش فيك عادي البس قميص روم بس عيب البس البدله عيب البدله منقود البس قميص روم عادي بس عيب كيف البس البدله بعدين طيب اللوكيشنات الجديدة افتتحت لوكيشنات أمس جديدة في المنتجع